وإذا التفت التفت جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداه واحد ما يعمل هكذا، ما يعمل هكذا صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت جميعا إكراما للمنادي، إكراما، كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم هكذا إكرام. المتكبر يعمل هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد ناداه يلتفت إليه كله، يقبل عليه صلى الله عليه وسلم. هذا من كرم الله، ما في زي صلى الله عليه وسلم، ما في مثله. وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، الطرف البصر دائما نظره هكذا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، علامة التواضع، علامة. بعض الأحيان نظر إلى السماء وهذا للتفكر، نظره إلى الأرض، كل هذا رأيناه في مشايخنا، هذه الصفات عشنا معهم. ما كان يعني كان سيد الشيخ عبد الجبار رحمة الله عليه ما ينظر إلى السماء أبدا، وفي شهر رمضان أبدا، يخرج رمضان يقول في رمضان كل ما عملت هكذا، يستحون سبحان الله، هي حياء من الله. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، الملاحظة هذا في اللغة العربية، هذا في هذه العين، هذا يسمى موجود في الفقه عندكم في الإعانة يذكر، هذا موق اسمه موق، وهذا اسمه لحاظ في باب الوضوء، واجب هذا من الوجه، واجب غسله بحيث لو استيقظ من النوم ويوجد هنا شيء لازم يزيله ويتوضأ، بعض الوسخ لو جاء هنا لازم يزيله لو كان يوجد وقته في باب الوضوء موجود، هذا اسمه لحاظ، لأن الإنسان يلاحظ به. يعني إذا أحد ناداه صلى الله عليه وسلم التفت كل إليه، لكن إذا ما أحد ناداه وأراد أن ينظر إلى شيء من وقاره ما يعمل هكذا وهكذا، ما يتلفت، يلاحظ هكذا، يلاحظ، يلاحظ ملاحظ صلى الله عليه وسلم. إذا ناداه شخص التفت كله، لكن هو إذا احتاج لا، وقور ما يتحرك كثيرا، يلاحظ، أكثر نظره الملاحظة. كيف ملاحظة؟ من هنا أو حتى أمام هكذا شيء خفيف ويبقى في حاله صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء، العلماء الربانيون متى ما الله نورهم بالعلم مباشرة أعطاهم الوقار. العالم وقور، حركته، كلامه، قيامه، قعوده، درسه، وعظه، خطبته، وقور سبحان الله. نعم.